تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد هل تعلم؟ سنطرح عليك 10 أسئلة وعليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية. موضوع اليوم هو شهر رمضان. اطلب المساعدة من أهلك إذا صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول، كيف يحدد المسلمون بداية شهر رمضان؟ رؤية غيوم رمضان، رؤية نجم رمضان، رؤية كوكب رمضان، أو رؤية هلال رمضان؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. رؤية هلال رمضان، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم هذا صحيح. السؤال الثاني، ما هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك؟ شعبان، رجب، محرم، أو شوال؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. شعبان، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث، ما اسم الليلة المباركة في شهر رمضان؟ ليلة الرحمة، ليلة الغفران، ليلة القدر، ليلة التوبة؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. ليلة القدر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال الرابع، ليلة القدر خير من 100 شهر، 1000 شهر، 1000 يوم، 1000 أسبوع؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. 1000 شهر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. رائع، 4 أجوبة صحيحة. السؤال الخامس، متى يجب الإمساك عن الأكل والشراب؟ بعد العصر، بعد الظهر، عند طلوع الفجر، بعد العشاء؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. عند طلوع الفجر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابتك صحيحة.
السؤال السادس، ما هو الشهر الذي يأتي بعد رمضان؟ شوال، شعبان، رجب، محرم؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. شهر شوال، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، جواب ممتاز. السؤال السابع، متى يجب الإفطار بعد الصيام؟ عند طلوع الفجر، بعد العصر، بعد العشاء، عند غروب الشمس؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. عند غروب الشمس، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، 7 أجوبة صحيحة. السؤال الثامن، لمن يجوز الإفطار في رمضان؟ العامل، المتزوج، الفقير، المسافر؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. المسافر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، تبقى سؤالان فقط. السؤال التاسع، ما هي الصلاة التي تصلى جماعة في ليالي رمضان؟ صلاة الضحى، صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. صلاة التراويح، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، جواب صحيح. السؤال الأخير، ما هو العيد الذي يأتي بعد رمضان؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الهجرة، عيد المبارك؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. عيد الفطر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم، جواب جيد. يا لك من بطل، لقد أجبت على كل الأسئلة. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.